طيب خلينا ناخد حضراتكم دلوقتي لموضوع كمان مهم جدا الحقيقه، اكيد كتير ناس كانوا مستنينه، وهو الاوكازيون الشتوي واللي بدا بتخفيضات توصل ل 70%، وشارك فيه لحد دلوقتي 650 محل من مختلف المحافظات. وفي نفس الوقت كمان وزاره التموين بتستعد لاطلاق معارض اهلا رمضان كل سنه وحضراتكم بالف خير. بس خلينا نعرف اكتر ونتكلم عن الاوكازيون والمعرض مع المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجاره الداخليه بوزاره التموين. صباح الخير على حضرتك واهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا فندم، صباح الخير على حضرتك احترام. اهلا بيك. يعني طبعا اول سؤال بيجي في بال المشاهدين دلوقتي يا فندم، النهارده الاوكازيون هيبدا، هيقعد لغايه قد ايه، ونسب الخصم قد ايه؟ يعني لو تقول لنا بعض التفاصيل عنه عشان الناس تبقى عارفه يعني كل هذه التفاصيل. هو اولا نعرفه وفرصه سنه لكل مواطن يحصل على متطلبات وتخفيضات عاليه في هذه الفتره وبجوده عاليه في نفس الوقت. الاوكازيون بدأ بالفعل يوم الاثنين 7 فبراير واستمر لمده شهر. كل محل من حقه كانت زي الفتره الاوكازيون 15 يوم على الاقل يتقدم طلب ويحصل على التصريح من مديريه التموين التابع لها. بعد ما يحصل على التصريح بتوجه للمحل لوضع الاسعار قبل الاوكازيون وبعد الاوكازيون، اللي هي الاسعار قبل الخصم وبعد الخصم. الاوكازيون الخصم فيه قد يكون من 30 ل 60%. حق صاحب المحل يعمل اوكازيون على المحل بالكامل او على جزء منه من تخفيضات 30% على بعض السلع، 60% على بعض السلع. هي حريه للتاجر ان هو يحط خصومات وان هو يشترك معانا في التصريح، ولكن دور وزاره التمويل اولا الرقابه على هذه على هذا الاوكازيون خلال فتره الشهر، هو من حيث الاعلان عن الاسعار، البيع، عدم البيع باسف من التسعيره، عدم وجود اوكازيون وهمي، والتاكد هناك تخفيضات حقيقيه من خلال طبعا مراقبه الاسعار قبل الاوكازيون من الباركود على الجهاز او اثناء فتره الاوكازيون او من خلال الفواتير المقدمه او الفواتير الشراء اللي هو شارجها. الحاجه الثانيه لازم يكون اصدار فاتوره للمواطن المصري علشان طبعا المواطن لو في اي مشكله نقدر نتصرف فيها. الحاجه اللي بعد الاخيره ان لازم تكون هذه البضاعه المعروضه بنفس الجوده التي كانت عليها قبل الاوكازيون، اي لا يجوز عرض بضاعة معيبة في آخرية فترة الأوكازيون. دور المواطن المصري اللي هو طبعا محلات كتيرة السنة دي، النهارده وصلنا 650 محل، عاملين السنة دي نوصل ل 4500 زيادة عن السنة اللي فاتت ب 1000 محل، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد أوميكرون أو كوفيد 19 متحور، مع اتخاذ كافة الإجراءات من الكمامة والقفل. طيب. كل ما زاد عدد المحلات بتبقى فرصة للمواطن المصري انه يتجول ويشوف الاسعار ويشوف السوق بتاعه مختار ايه والجوده واللون وتنافس الاسعار، كل ما زادت برضه الاجراءات الاحترازيه عشان الكوفيد 19. الحاجه الثانيه الاوكازيون ده برضه له اهداف، ان المواطن المصري كان بينتظر الاوكازيون زي ما حضرتك اشرتي من العام للعام بيحصل على متطلبات وتخفيضات عاليه، فالاوكازيون اللي بيستفيد به المواطن المصري بالتخفيضات والجوده. صاحب المحل بتستفيد بانه بتخلص من البضاعه والموديلات الشتويه عشان يعرف الصيفي واستغلال الحيز وتدوير راس المال، قطاع التجاره الداخليه بتستفيد ان احنا نعمل رواج للتجاره الداخليه خلال فتره الاوكازيون. طيب انا عاجبني المتابعه يا باشمهندس عبد المنعم، يعني احنا دلوقتي حضرتك قلت ان احنا بنشوف الباركود بتاع المنتج او السلعه قبل الخصم عامل ازاي، وبنشوف المحل بيحط مثلا يافطه خصم 50% 60 او 70% وبعد الخصم عامل ازاي، ففي متابعه كمان لجوده المنتج، لانه في بعض برضو الاوقات ممكن صاحب المحل يحط حاجه بنفس الشكل ونفس مش نفس الخامه بقى، يعني اللي هيختلف هو الخامه، لكن احنا عندنا متابعه وده كله بيجي من خلال الاشتراك. هل مسألة الاشتراك دي حاجة جديدة ولا ده الطبيعي؟ لا يا فندم، ده الطبيعي، ان ما فيش أي مصاريف إدارية على الاشتراك، فهو بيروح يقدم إن هو مشترك معانا في الأوكازيون بالتصريح. طبعًا في قانون 100 بالنسبة للتجارة الداخلية، فهو بيعرض التصريح، ما فيش أي قيود عليه بالنسبة للخصومات، فهو المسؤول طالما إحنا ما بنفرضش عليه حاجة، فهو المسؤول عن أي حاجات بيقدمها لنا للمتابعة والرقابة على هذه المحلات. أنا عاوز أقول لك الأحكام بقت قوية جدًا، والقضاء بقى رتم عالي جدًا وسريع، والأحكام كانت تصل في حالة الغش التجاري أو الأوكازيون الوهمي من 50,000 لمليون جنيه عن غش وخداع المستهلك. طيب يا فندم لو حضرتك تكلمنا بقى كمان عن معارض اهلا رمضان. طبعا مع كل سنه وانتم طيبين، يعني على وشك يعني شهور بسيطه جدا ويجي اهل رمضان، ومعالي الوزير طبعا استعداد اهل رمضان بدا يعقد سلسله من الاجتماعات مع اتحاد الصناعات
والمستوردين والمنتجين اصحاب المصانع، لان كما حضرتك عارفه ان شهر رمضان بيزيد الاستهلاك فيه 50% عن الشهور الثانيه، وله طبيعه خاصه في الاستهلاك، في سلع استراتيجيه لازم تتوفر، ولازم اقامه المعارف في جميع انحاء الجمهوريه يستفيد كل مواطن برضه بتخفيضات من 20 ل 30%. واكد معالي الوزير على اشتراك 1300 مجمع استهلاك على مستوى الجمهوريه من خلال الشركات التابعه لوزاره التموين، اكد على اشتراك جمعيتي في معرض اهل رمضان ليستفيد كل نجع وكل قريه في جميع انحاء الجمهوريه في المعرض، اتفق مع جميع المحافظين على اقامه جميع المعارض في المحافظات والمراكز التابعه لها، بجانب السيارات المتنقله اللي هتجوب شوارع المناطق التي يتعذر فيها اقامه اي معرض. الحاجه الثانيه ان انا عاوزين نقول السلاسل التجاريه القطاع الخاص اصبح شريك معانا في هذا المعرض من وجود النسخه السابعه، ونظرا للاقبال الشديد وعدم التزاحم برضه واتخاذ الاجراءات والتقارير غير السياسيه بزياده عدد المعارض خلال اهل رمضان اللي وصلت السنه اللي فاتت 2500، اللي السنه دي ان شاء الله 80 توصل في اكبر من كده برضه عشان الاجراءات. الحاجه الثانيه ان السلاسل التجاريه والمحلات الكبيره برضه ذات السمعه الطيبه واللي عنده رخصه وسجل وبطاقه ضريبيه هيتقدم بطلب الاشتراك في اهل رمضان اهل الليل. نشكر حضرتك يا فندم طبعا جزيل الشكر المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجاره الداخليه بوزاره التموين، شكرا لحضرتك يا فندم.